من الشعل الميداني في ريف حماة طهر الجيش العربي السوري قرية العقربات من رجس الإرهابيين الذين هجروا الأهالي واعتدوا على ممتلكات الناس وعاثوا خرابا، إلى ذلك قامت وحدات الجيش ببسط سيطرتها الكاملة على البلدة، حيث عثر على أسلحة وذخيرة ومشفى ميداني وشعارات تابعة لجبهة النصرة، بالإضافة إلى مواد غذائية من تركيا والأردن وأمريكا تثبت علاقة الإرهابيين بهذه الدول. لم يكن أهل قرية العقربات في ريف حماة يعرفون موعد رجعتهم إلى بلدتهم التي طالتها يد الإرهابيين وطال غيابهم عنها بعد أن هجروا منها قسرا، إلا أن الأنباء عن تطهير الجيش العربي السوري للقرية من رجس عصابات النصرة دعت من غابوا عن بيوتهم للعودة والحضور. وإن كان مشهد الدمار وما خلفه هؤلاء الهمج التتار إرهابي نيتو مؤلما، لكن لقاء الدار فرحة غطت على آثار القدم الهمجية. إرهابية طفشونا من بيوتنا، حرقونا بيوتنا، نهبونا بيوتنا وطفشونا. وأهن الجيش العربي السوري على جيتوا علينا بيفكونا من الإرهابية، وإن شاء الله النصر لنا ولا سيادة الرئيس، والله يديم لنا صحة الرئيس بجاه النبي. كل زاوية أو ركن في القرية تعرض لاعتداء الإرهابيين يحكي قصة. فهنا مشفى ميداني للنصرة تظهر آثار الدماء عليه حجم الإصابات والهزيمة لهؤلاء الإرهابيين الذين لم يستثنوا في الجريمة لا بشرا ولا حجرا، وحتى الحيوانات روعتها شناعة أفعالهم. من يقف وراءهم ويغذي حقدهم لم يعد خافيا على أحد، حقد العثماني في طحينهم، ورايات الإجرام تأتي معلبة من السعودية والأردن ليبقى المجرمون على قيد الجريمة، وتفضح علب الدواء أسرار عربان هذا الزمان الذين حاربوا سوريا حتى في رغيف الخبز الذي خبأوه وراء حقدهم، خبأوه ونسيوا أن السوريين لا يحيون فقط بالخبز، السوريون يحيون بإرادتهم، بعزيمتهم وبقوة جيشهم.